مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، صباح الخير. نحن معكم مباشرة من طرابلس لنتابع مراسم التشييع، تشييع ضحايا زورق الموت. نحن الآن معكم مباشرة من منطقة التبانة، آل الحموي، آل السماك، حيث يتم تشييع يعني الأم وابنتها، أم وابنتها كانتا على متن هذا القارب زورق الموت، وهم من آل السماك. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة لنقل مراسم التشييع، تشييع الأم وابنتها من منطقة باب التباني، وهم من آل السمك. الآن يتم التوجه إلى مسجد حربة، حيث ستقام الصلاة، صلاة الجنازة. نود أن نشكر المشاهدين الكرام إلى أن إطلاق نار كثيف في هذه الأرض. نشير مشاهدينا الكرام إلى أن هذه العائلة يعني فقط الأم وابنتها الذي يتم تشييعهما هذه اللحظات، ولكن ما زال يعني ثلاثة أفراد هذه العائلة مفقودين في عرض البحر حتى هذه اللحظة، وهم من أهل الحموي. يا
الآن وصلنا إلى المسجد، مسجد حربة، حيث سيتم صلاة ستقام صلاة الجنازة على الأم وابنتها من آل السماك وآل الحموي. وأيضا نود أن نشير إلى أن ما زال يعني هنالك ثلاثة أفراد من هذه العائلة في عرض البحر. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، ما زلنا مستمرون معكم في هذا النقل المباشر من الجنازة، حيث يتم الآن وصلنا الآن إلى مسجد صلاة الجنازة على أم وابنتها من آل السماك وآل الحموي. طبعا يعني العائلتين قريبتين إلى بعضهما، وما زال هنالك ثلاث أشخاص من هذه العائلة من في عداد المفقودين في عرض البحر، ويتم العثور على جثثهم حتى هذه اللحظة. طبعا حالة من الغضب ممزوجة بالحزن تخيم على باب منطقة باب التباني هنا في طرابلس، كما وأن هذه الجنازة هي أولى الجنازات من بين الذين كانوا على متن هذا القارب، الذين قضوا على متن هذا القارب. إذا مشاهدينا الكرام، يعني في هذه الأثناء تم إدخال الجثامين الشهيدتين من آل السماك وآل أم وابنتها. وطبعا هنالك نود أن نشير إلى أن هنالك ثلاثة أفراد من هذه العائلة ما زالوا في عداد المفقودين. نحن الآن طبعا سنعود إليكم في نقل مباشر آخر بعد الانتهاء من صلاة الجنازة لنتابع عملية التشييع هذه. كان معكم غسان فران، ألقاكم بعد قليل، ابقوا معنا.